Bonjour tout le monde. Ici, vous avez un livre très important qui s'appelle Le Dictionnaire. Alors, le dictionnaire qui s'appelle باش نلقاو بزاف ديال الحوايج على الكلمات اي كلمه كنلقاوها في الديكسيونير كنلقاو بزاف ديال المعلومات عليها. دونك غادي ناخذ ان اكزامبل نفتحوا الديكسيونير في اي بلاصه. هذا غير مثال لاغوس. نفتحوا الديكسيونير في واحد البلاصه مثلا هنايا. الوغ اد كيعطيونا اول حاجه لو جونغ صافي دي واش لو نون فيمينين ولا ماسكولين. الوغ ici اد سي ان نون فيمينين. هاد الان و دو سو سون لي دو سونس المعنى ديالهم. المعنى الاول مثلا كيبداو بان اكزامبل مامون كونت سور مون اد زعما ماما عوال على المساعده ديالي. الا بيزوان دو موا بور كو جو لاد محتاجاني باش نساعدها. المعنى الثاني لو بريزونيي سي تيفادي ا لاد دون كورد زعما المسجون او السجين تمكن من الهرب بواسطتي اليد بواسطتي واحد لاكورد اون سو سيرفون دون كورد زعما استعمل هذيك لاكورد بور سو سوفي. هنا كيعطيونا سينونيم. سينونيم مثلا هو المرادف بالعربيه المرادف او ليو دو دير اد غراس ا اللي هي في المثال جوج ماشي في المثال الاول. دونك حبيت باش ندير لكم هذا الفيديو هذا باش تشوفوا كيفاش الكلمات المسائل اللي كيعطيو اساسيه في الكلمه. اولا لو جونغ ديال الكلمه فيمينان بيان ماسكولين. ثانيا كيعطيو ليسونس المعاني بالارقام وكل معنى فيه مثال ان اكزومبل. وفي الاخر كيعطيوك سينونيم المرادف وكاين دي ديكسيونير اللي كيعطيو الكونترير الى اخره. ولي سينونيم يقدروا يكونوا بوكو دو سينونيم. Merci beaucoup. N'oubliez pas d'acheter un dictionnaire pour vos enfants parce qu'il va leur aider à bien comprendre le français et bien s'améliorer avec le temps. Au revoir. Merci de votre encouragement. N'oubliez pas de s'abonner à la chaîne et de mettre j'aime pour cette vidéo et pour les autres vidéos. La chaîne s'appelle Prof Farid.